السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة معلومة مفيدة. هنتكلم في الفيديو ده بإذن الله تعالى عن نتائج لا مش نتائج، لأن لسه الأسبوع ما خلصش. عن ترتيب فرق الدوري التونسي بعد مباراة الترجي الرياضي التي فاز فيها على الهلال الشابي أو هلال شابة 2-1. طيب، دي كانت مباراة في الأسبوع العاشر، وكانت ميعادها كان يوم الأربعاء اللي فات 29 يناير 2020. طيب، طبعا دي مباراة يعني قديمة. احنا هنتكلم دلوقتي عن الترتيب يعني بعد نهاية الأسبوع الثالث عشر. طبعا دي مباريات مؤجلة للترجي الرياضي. المهم هنتكلم عن ترتيب الهدافين وترتيب فرق الدوري التونسي، تابعونا. عن جدول ترتيب فرق الدوري التونسي 2019-2020، عندنا في الترجي الرياضي في المركز الأول برصيد 34 نقطة ولعب 12 مباراة. النادي الأفريقي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة ولعب 13 مباراة. مانستير في المركز الثالث بعد لعب 12 مباراة في المركز الثالث ب 28 نقطة. الملعب التونسي في المركز الرابع ب 24 نقطة بعد لعب 13 مباراة. النادي الصفاقسي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة. النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 18 نقطة. طبعا الصفاقسي والنجم الساحلي ناقص لهم مباراة. بين فردان تقريبا في المركز السابع 18 نقطة. مستقبل سليمان في المركز الثامن ب 14 نقطة. هلال شابة في المركز التاسع ب 14 نقطة. شبيبة القيروان في المركز العاشر ب 12 نقطة. الرياضي البنزرتي في المركز الحادي عشر ب 13 نقطة. نجم المتلوي في المركز الثاني عشر ب 9 نقاط. حمام الأنف في المركز الثالث عشر ب 9 نقاط. اتحاد تضاوين في المركز الرابع عشر ب 8 نقاط. يبقى عندنا في المركز الأول الترجي التونسي ب 34 نقطة، المركز الثاني النادي الأفريقي ب 29 نقطة، المركز الثالث مانشستر ب 28 نقطة. عن ترتيب الهدافين عندنا جدول ترتيب هدافين الدوري التونسي. في المركز الأول أنتوني أكبوتو لاعب نستير ب 8 أهداف. في المركز الثاني أنيس البدري لاعب الترجي الرياضي ب 6 أهداف. المركز الثاني أيضا ب 6 أهداف أيضا باسيرو كوموباوري لاعب النادي الأفريقي، وغاي مبنزا لاعب الملعب التونسي. نيجي في المركز الثالث عندنا ياسين الشماخي لاعب النادي الأفريقي ب 5 أهداف، ومعه بوبكر تراوري لاعب الرياض البنزرتي وولين غيتون لاعب بين فردان، كل دول في المركز الثالث ب 5 أهداف. المركز الرابع حمد الهوني لاعب الترجي الرياضي ب 4 أهداف، وداروين غونزاليز لاعب النجم الساحلي، وفادي بن شوق لاعب الترجي الرياضي، وعبد الحليم الدراجي لاعب الرياض البنزرتي، ومرتضى بن والناس لاعب النجم الساحلي، وياسين الصالحي لاعب شبيبة القيروان، كل دول في المركز الرابع ب 4 أهداف. المركز الخامس علاء مرزوقي لاعب النادي الصفاقسي التونسي، وعماد المنياوي لاعب نجم المتلوي، ومحمد العمر لاعب منستير، ومارسيلين كوبوكو أو كوبكو لاعب حمام الأنف، وريكاردو فين ريكاردو؟ أنا آسف يا جماعة. وريكاردو بيريرا لاعب بين فردان أيضا المركز الخامس بثلاثة أهداف، وطه ياسين الخنيسي لاعب الترجي الرياضي، ووسام بن يحيى لاعب النادي الأفريقي، كل دول في المركز الخامس برصيد ثلاثة أهداف. يبقى عندنا في المركز الأول أنتوني كوبوتو لاعب نستير، في المركز الثاني أنيس البدر لاعب الترجي الرياضي، وأيضا معاه باسيرو كومباري لاعب النادي الأفريقي، وغاي مبنزا لاعب الملعب التونسي، كل دول المركز الثاني بستة أهداف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. انا ما قلتهاش في اول فيديو ودي نسيتها يعني، الحمد لله. على كل حال، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة والضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، وما تنساش اللايك كلمتين ليصلكم كل جديد دائما باستمرار عن الدوري التونسي. وانا اراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.